عليك صباح الخير. عندنا مثل يقول مثلا انسان شاف نار طب واشتهى، يقول المشتهي يقطع المستوي، سواء كان طب ولا عنب. هذا في الدنيا واحد اللي يبغى شيء صار عنده نية صادقة قوية، عزم، استعان بالله، عن الله أهم الأسباب للإعانة على صلاة الفجر، الاستعانة بالله والنية القوية. إنه ينوم وهو بيقوم، بيقوم إن شاء الله، لكن المشكلة اللي ينوم ولا في نيته إنه يقوم. هذا لو مات وما عنده النية، ما تحدثت نفسه بهالشيء، خطير، مصيبة، مصيبة. بحاجة إن ندعو الله عز وجل بالهداية حتى نلقاه. في صلاتنا اهدينا الصراط المستقيم 17 مرة في الفرض غير النوافل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في دعاء في قنوت اللهم اهدني في من هديت، وابراهيم يقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال الذي خلقني فهو يهدين، وموسى عليه السلام يقول كلا إن معي ربي سيهدين. يا جماعة الهداية ما تنفك عن العبد وطلب الهداية من الله عز وجل حتى يلقى ربه عز ربه سبحانه وتعالى. لذلك الدعاء يا رب اهدني، يا رب اهدني، يا رب اهدني. في سجودك إذا سجدت تذكر كلامي هذا، يا رب اهدني، استهدوني أهدكم. في معصية مقلقتك ادعو الله عز وجل أن الله يهديك عنها. في طاعة مفرط فيها، مقصر فيها، ضعيف فيها، ادعو الله عز وجل أن يهديك لها. يا رب اهدني، يا رب يعني، يا رب اهدني. دائما بحاجة للهداية، نطلب الله الهداية، يعين سبحانه المستعان سبحانه وتعالى، نطلب الله الهداية.